لقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تحرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات تعوق تلك الاستثمارات ووضع خارطة الطريق لزيادة نسبة تلك الاستثمارات خلال السنوات القادمة. وقد أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في مناخ الاستثمار في مصر، ويكفي أن أقول لكم أن هناك العديد من المشروعات جاري تنفيذها في مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.